الحرك الشعبي في الجزائر تحرك طبيعي مدفوع بتراكم سنوات طويلة من حكم عبد العزيز بوتفليقة، فترة حكم لم يتحقق فيها ما يمكن ذكره في الملف الاقتصادي والاجتماعي. ضعف الأداء وطول سنوات الحكم أفرزت هذا الحرك الذي يؤكد أغلب الملاحظين أنه تحرك شعبي طبيعي لا زعيم له. الحراك الشعبي الجزائري في الحقيقة هو كان رد فعل لتراكمات السنوات، وليس فقط لمجرد لأنه البعض يعتقد أنه إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ترشحه والاستفزازات من خلال المشاهد اللي كانت تروج للذين تجمعوا في القاعة البيضاوية بذلك الشكل على أن الرئيس في الحالة التي كان عليها يعني كان استفزاز الجزائريين، في الحقيقة كان سبب مباشر، لكن كانت هناك أسباب غير مباشرة. هذه الأسباب الغير مباشرة هي يعني عقدين من الزمن في فترة حكم الرئيس بوتفليقة، لهما له وعليهما عليه. على كل حال الجزائر يعني لم تتحسن أوضاعها لا من الناحية الاقتصادية ولا الاجتماعية. الحراك أسس لعملية التغيير من خلال خروجه إلى الشارع، من خلال رفضه لواقع الحال الذي فرضته السلطة على رقابه. كل القوى الحية داخل البلد، المطلب المعروف لدى الحراك هو أولا ذهاب كل رموز النظام السابق، العصابة، خاصة العصابة التي استولت على مقدرات الشعب الجزائري، العصابة التي مكنت للأذرع الأجنبية من فرض أجنداتها على الجزائر، وأخص بالذكر هنا فرنسا لأن فرنسا العدو التاريخي للجزائر، ما زالت تستثمر في عداوتها، والحقيقة غلت أكثر من شخص من هذه الشخصيات يعني أثناء وجودهم في ظل هذا النظام لفرض أجنداتها. الشعب يعني يريد رئيسا ينتخبه هو أيا كان، يخرج من الصندوق فعلا، ليس من الصندوق المزور. الدستور هذا يعني صراحة من على المستوى الشخصي أراه أنه لا يخدم، ما يحققش يعني بناء الدولة الديمقراطية في الجزائر من خلال صلاحية الرئيس، من خلال يعني عدة نقاط. بالتالي يعني تغيير الدستور أو تعديل الدستور، تغيير الدستور بشكل عام يعني في اعتقادي أنها ضرورة اليوم، وهذا مطلب يعني مطلب من بين المطالب اللي ينادي بها، لأن المرور إلى بناء الدولة الجديدة، الدولة الجزائرية الجديدة، لابد أن يمر من خلال مراجعة كل القوانين السائدة ومراجعة الدستور على رأسها. يعني لا طبعا الجزائر جمهورية واحدة، والذين طرحوا يعني كانت روجت هذه أذرع فرنسا التي تحدثت عنها، أذرع فرنسا، وأنا مسؤول عن رأيي، وأنا كشاب جزائري إن صح التعبير وناشط في الحراك وشأني شأن أي شاب جزائري هذا رأيي. هؤلاء أذرع فرنسا هم من يروج لما يسمى بالجمهورية الثانية. معنى الجمهورية الثانية أنهم يريدون إلغاء الدستور الجزائري الموجود برمته حاليا. مسألة الجمهورية الثانية للبعض يرد الجمهورية الثانية، هذا مرفوض جملة وتفصيلا. الشعب الجزائري الآن موحد أكثر من أي وقت مضى، لأن قبل هذا الحراك كنا ربما كانت هناك بعض المشاريع تاع التقسيم الاجتماعي وعلى أسس عرقية وكذا ومناطقية إلى آخره، كاين مشاريع ماشية في هذا الاتجاه، ولكن الحراك اليوم يعني أسقط كل هذه المشاريع حقيقة. الآن الحراك وحد الشعب الجزائري شمالا جنوبا شرقا غربا، يعني سقط الكثير من الأوراق اللي تراهن عليها الصهيونية وتراهن عليها فرنسا وتراهن عليها حتى رجالات الفساد. الحرك الشعبي في الجزائر وحد الشعب الجزائري وسقط العديد من الأوراق السياسية التي ترتهن إلى أجندة أجنبية. حاولت توجيه بوصلة المحتجين الجزائريين، لكن يبقى تعطيل العمل بالدستور الجزائري والدفع باتجاه جمهورية ثانية نقطة خلافية لم يحسمها الشارع الجزائري بعد.